جولة النهاردة جولة طيبة جدا، الواحد شاف عدد كبير من مراكز الشباب اللي الموجودة فعلا. ويسعدنا بلقاء السيد الوزير معالي المهندس خالد عبد العزيز بعد اشتياق طال مدته كثير، مرحبا به في ارض فوة ومركز شباب بريد. وزير الشباب هو الذي اصر على الحضور واعلان جديه اقامه مركز الشباب، واعتمد له كامل نفقاته وكامل مستحقاته. وكمان حطينا حجر اساس لمركزين شباب جديد، مركز شباب بلطيم ومركز شباب اللي كان قبل كده على طول اللي هو خارج خليج بحري. فانا شايف ان احنا عملنا حاجه كويسه. وبعدين اهم حاجه كمان، لا متاسف، مركز شباب اللي احنا حطينا حجر اساس بتاعه اللي هو بتاع قريه برج مغيزل اللي هي على البحر على طول، واللي بيتم فيها هجره الشباب الغير شرعيه. فانا كان مهم قوي ان احنا نروح ونتواجد مع الشباب اللي موجود هناك ونعمل لهم مركز شباب جديد. فحاجه كويسه انك تفتتح مراكز شباب كانت بتتعمل بقالها فتره طويله، وحاجه مهمه ان في نفس الجوله نحط حجر اساس لافتتاحات جديده. وكل اللي بقوله ان شاء الله ان احنا قبل 30/6 الجاي هيكون الحجرين الاساس اللي احنا حطيناهم النهارده دول تحولوا باذن الله الى مراكز شباب جديده. شكرا.